اخبار اليوم. انا معاكم ما شاء الله، انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين تسيبوا المحلات؟ خلاص يبقى ده طريقه تانيه، دي سكه. خدت بال حضرتك؟ انتوا عايزين تكملوا في المحلات؟ دي سكه. خدت بالك؟ اعرف انتوا عايزين ايه الاول عشان اقدر اتكلم بناء، لان انا هقعد اقول لك ايه مثلا؟ والله ده انا هعمل مرافق، ده انا هوصل طرق، ده انا هقعدكم، ده انا هسكنكم. لا مش هسكنكم، انتوا هتعملوا، انتوا هتعملوا، وفي انت مش عايز، يبقى كلام ملوش لازمه، صح ولا غلط؟ يبقى بنتكلم في ناحيه دي ليها اجراءات ودي ليها اجراءات. نعرف من دلوقتي من الاول، انتوا عايزين تكملوا ولا مش عايزين تكملوا؟ عشان تكملوا ليها اجراءات، مش عايز تكملوا ليها اجراءات ثانيه. ما هو فندم انا عايز افهم بس الاول قبل ما نقول تكمل ولا ما تكملش، انا قلت ايه؟ بتكلم ولا لا الاول، وبعدين بعد كده بسيطة. يا عم صلى الله عليه، الموضوع لو النيه مش خالصه وصادقه لهدف معين، لو انا قاعد عشان هدف ونيتي هدف تاني مش هتخلص المشكله، هتقعد بقى كمان 20 سنه. انما النية لو خالصة لله سبحانه وتعالى ان انت عايز ايه، وانا نيتي خالصة ان انا بحل معاكم، هنحل الموضوع. وانا نيتنا خالصة ان احنا نحل مع حضرتك. بس ان ربنا هيحاسبنا على كل حاجة بنعملها، واللي والساكت عن الحق شيطان اخلص، واحنا ما نقبلش فيه. انا بتكلم بالمتين دلوقتي، انتوا لو عايزين احنا هنشوف موضوع الصفر. احنا هنتكلم كام؟ في حدود كام؟ لا لسه هنجلس. لا بس انا شايف في مشاكل في المنسوب، بيقولوا عايز مضخة ضخ لفوق. مضخة ايه؟ لا مضخة ايه؟ لا هو في خط معمول رافع على رجلين. امال ايه اللي قاله المهندس؟ ويبقى مفيش لا ضخ ولا كلام. 300,000؟ طب ويعني 300,000؟ يشتغل، وقف المشروع بتاعي، انا مش عايز اوقفه، انا عايز اشتغل. يعني عايز مثلا لو قلت النهارده اقول على رمضان نفتح مثلا، ليه لا؟ على العيد الصغير نفتح مثلا، وابدا اعلن عن المحلات الثانيه وهعلن عنها وهجيب فلوس كتير. بس انا عايز اقول مثلا لو انا عاسب مثلا 300,000، انا بفكر في كده، او 350,000 على ال 34 محل، مش يبقى عليهم هم بس، مش مشكله. حوالي كل محل 10 علي الوزير. لو على المحلات كلها احنا موافقين. ما ده انا بقول لك، انا مش هعمل عليك لوحدك يا باشا. ما فيش مشكله. انت هتعمل صف صحي لوحدك؟ ما فيش مشكله. ايه؟ ما فيش مشكله. ايه؟ ما هو ال 34 محل مستفيدين. انا بقول كده، ما انا مش هعملها. ال 34 محل هتخفف الجوطه شويه. اه فاهم. دلوقتي ما فيش. احنا معاك في دي. بالاضافه لحاجتين اتنين، ان احنا نفكر برضه سياده المستشار، والكلام ده جد، ان انا مش عايز اذيهم ولا عايز ان انا لا انا عايز احل، مش عايز يعني انا لا ضرر ولا ضرار. اولا مش هستفيد، يعني عن نفسي انا شخصيا هستفيد حاجه واحده بس، كان نستثمره للدوله. يعني انا مصلحتك ومصلحه البلد في نفس الوقت. يعني فلو انتوا يعني هنتفق ان انتوا مثلا كل واحد يتحمل 10,000 جنيه ثمن الصرف الصحي بال 34 محل، ما فيهاش مشكلة خالص. ده انت هتدفعهم مش عارف ايه. انا مش مستفيد، يعني انا بعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. فانا بقول الفترة اللي هي من تاريخ عدم رسوم المزاد لغاية النهاردة اللي هي دفعوا فيها ديت، او لغاية ما يفتح ان شاء الله باذن الله نبدا الايجار. أول ما خدت بال حضرتك؟ دي تبقى فرصة سماح من المحافظة
عشان ظروفهم وعشان فلوسهم اتاخرت وعلشان المشاكل كانت موجوده كده، ودي خدمه تسلم ربنا يبارك فيك.